السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف. الفيديو التوضيحي لآلية إضافة الفريون وقت تشغيل السيستم ده. عندنا سيستم جري جي ام في 5، تمام. حبينا نعمل اديشنال فريون لأنه كان بالفعل تم حساب الأمبير. مفروض ان الأمبير للجهاز يكون 75، بالفعل تم إضافة الفريون، تم توصيل الاسطوانة بالتست مانوفول. يس يو كان بوت ات اوكي بالتست مانوفول، وتم توصيله بخط الجاز بايب، خط السكشن اوكي. تم حساب الأمبير الآن مع السيستم. طبعا الامبير دلوقتي 66.9، المفروض ان الامبير فور فور مديول كومينج 75، فاحنا دلوقتي وكان اوبن ذا اديشنال فريون فور لغايه ما نحصل على 75.5. وده كان فيديو توضيحي يوضح اليه اضافه الفريون وقت تشغيل النظام من اي مديول. طبعا هنا عندنا المديول الماستر، ده الماستر مديول، سليف مديول نمبر 1، سليف نمبر 2، سليف نمبر 3. من اي مديول يو كان بوت ذا اديشنال فريون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي المهندس علاء الدين الاردواز الفدي للتكييف. هاو ار يو انجينير فيتس؟ يس اوكي.